نقاش ده. بس شو مشكلتهم؟ اسمع، اذا شافوك يا حق اصلا، انت لما تجي لتركيا انت جاي نقاش تركيا شايف، نقاش. مثلا اذا طبيت، مو كلهم اصابعك مو سوا، مثلا اذا طبيت المطعم اكلت وكملت الاكل وما تعرف عن فلوسهم، ياخذون منك فلوس زائد وما تعرف انت. جربت؟ نعم. اوكي، مرة كنا قاعدين ناكل، هم اهم نفس الاكل اللي اكلوها، نفس الاكل احنا كناها، السعر ماله تقريبا صار اجد، صار 75 ليره. 75 ليره صارت السعر مالنا، وهذول العائله ايش صار همنا، صار 150. وقفت من هذا قلت له ليش هيك زايد، انت قبل ما اكلت شيء؟ قلت لك لا والله بس هذا الاكل. قلت له عم ياخذ منكم فلوس زايد. قال شلون؟ قلت له انا احكي مع القاصن، والقاصن حكيت معه قال لا، قال يجوز اكو غلط هذا اكو. قلت له لا ماكو غلط، انتم شفتوه غريب وتريدون تقطون كلاب.